تخيلوا أن تنثروا بذرة تنمو لتمتد جذورها وجذوعها 100 عام وأكثر. تخيل أن يتغذى عليها آلاف البشر وأن يصل أثرها لبناء حضارة عظيمة. بذرة بذرها رسول الله وصحابته، فكان جامع قباء أول وقف في الإسلام يشع منه نور الحضارة. ثم بني المسجد النبوي، ثم شراء بئر روما. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية لتشهد على عبقرية العمارة العامرة التي أوجدها المسلمين. كيف يمكن أن تكون العمارة ناطقة ويمتد أثر بنائها لآلاف السنين؟ هنا نتحدث عن فكرة الوقف الإسلامي والذي كان أحد عواميد الحضارة الإسلامية. جاءت فترة الدولة العثمانية التي استمرت لأكثر من 6 قرون، وقيل حول امتدادها سر خطير يستحق الوقوف عنده. إن إمبراطورية تستمر كل هذه الفترة في هذه المساحات الشاسعة وبأساليب اتصال قديمة بين أقطارها، لابد أن تكون قد أمنت لديمومتها ما يغني عن ضعف الاتصالات السائدة في ذاك الزمن بين المركز وولاياتها ومدنها طيلة هذه القرون التي تربعت بها على عرش القوة العالمية بلا منافس. وكان هذا السر هو اهتمام الدولة العثمانية بالوقف، حيث تجلت عبقريتها في أرشفة الأوقاف الإسلامية وتوثيقها وإيجاد وزارة خاصة بها. وفوق ذلك الأفكار التي أبدعها المسلمون بالوقف في عهدها لتشكل منظومة فقهية رائعة امتدت على مدار قرون، وكانت الجسر الواصل ما بين إقامة الصلاة في الجامع وإقامتها في الحياة. إذن سنتحدث الآن حول فكرة الوقف في الإسلام ومدى أهميته وأبرز الأمثلة عن الوقف الإسلامي مع الدكتورة أسماء الدليمي المتخصصة بالتفسير. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بكم وجمعة مباركة إن شاء الله. أهلا بك. يعني بداية دكتورة، حدثينا عن فكرة الوقف في الإسلام. نعم، لو جئنا إلى المعنى، الوقف هو الحبس في اللغة، وفي في الاصطلاح هو حبس الملك، الأرض، البئر وما إلى ذلك ممتلكات، وتسبيل المنفعة. نعم. الحبس لما قلنا المنع يعني منع بيعها، وتسبيل المنفعة يعني جعل منفعتها سبيلا مستمرا. ولذلك الفقهاء يقولون لا توقيت للوقف، يعني عندما يوقف الإنسان لا ملكا معينا لجهة معينة لا يجوز أن يأتي زمان ويقف هذا الوقف وينتهي هذا الوقف، وإنما يجب أن يستمر. نعم. وأصل الوقف في الإسلام لما نزل قوله تعالى لن تؤمنوا حتى تنفقوا مما تحبون، فهذه الآية الحقيقة أثرت في نفوس المسلمين. نعم. وبينت لهم أن أفضل الإنفاق ما نحبه من أملاكنا أو من الأشياء التي نعتز بها. فلما سمع بها الصحابة تسارعوا في إيقاف الأموال الموجودة عندهم. نحن نتصور أن الصحابة كانوا فقراء، لكن بالحقيقة منهم الغني ومنهم المتوسط ومنهم الفقير. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه هو أول وقف قباء كما ذكرتم، وبعدها وقف لأنه وقف قباء كيف كان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن تكون هنالك أرض لإقامة المسجد، فتبرع بها أحد الأنصار فبني المسجد. فإذا أصل الأرض هي ملكية خاصة تحولت إلى المسلمين، ملكية عامة. بعد ذلك أيضا بناء المسجد النبوي. بعدها سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سمع بهذه الآية قال لي أرض أنفس ما تكون، اللي هي أرض غنمها من خيبر. نعم. فماذا أفعل بها؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يفقفها ويسبل منفعتها، يعني تصبح لا يجوز بيعها وتصبح منفعتها جارية في عموم المسلمين. طيب، عندنا أيضا غير بئر روما اللي اشترى سيدنا عثمان رضي الله عنه وجعله للمسلمين وقفا،
ثم الأراضي التي أوقفها سيدنا عثمان رضي الله عنه وإلى اليوم بنيت عليها عمارات وبنيت عليها أشياء لتنفع الحجاج أو تنفع الجهة الموقوفة عليها. بالإضافة إلى ذلك كانت هنالك أيضا بئر هي أعز ما تكون في أملاك أبو طلحة الصحابي الجليل، نعم، برحاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أيضا بهذه الآية القرآنية فأوقفها وجاء إلى زوجته وعياله وكانوا في البستان. كانت هذه البئر هي مقابلة المسجد النبوي وكانت ماؤها عذبة جدا، فجاء إلى عياله وأسرته وأمرهم بالخروج من هذا البستان، حتى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم هذا البئر بئرك لكن هل تنفقه مقابل عين في الجنة؟ فجاء الصحابي الجليل رضي الله عنه عثمان قال له أنا أنفق ويكون لي هذا الشرط، يعني يكون لي عين في الجنة. فهذا التسارع وهذا التسابق في سبيل تحصيل الخير جميل، والتنازل عن المكرية الشخصية لصالح المسلمين، فانتشر هذا الأمر في البلاد الإسلامية عموما. ولاحظ أنه هذا الأمر ساهم في بناء الحياة الاجتماعية، وهذا الأمر مبني على التكافل وحب الصدقة والتراحم. ولذلك أيضا نستند على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا رح يكون الوقف يشمل العلم ويشمل الصدقة الجارية. فالصدقة الجارية ما معناها؟ يعني أنا أتصدق بدار أو أتصدق ببئر أو أشق طريق مثلا أو أبني مسجد، فهذا يبقى الأجر ما دامت هذه العين موجودة. جميل. فإذا هذا جريان الأجر للإنسان يخلي يطمع بأن يقدم ما عنده في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا كان الوقف دكتورة أحد عواميد الحضارة الإسلامية. نعم، نعم. أخبرينا كيف الرابط ما بين الحضارة وفكرة الوقف. نعم. الإنسان إذا عاش مرتاحا مطمئنا يستطيع أن يبدع، يستطيع أن يبني. أما إذا عاش مقهورا كئيبا لا يستطيع أن يفعل شيئا. فإذا الطالب وجد من يتكفله مثلا أو وجد من يزوجه في سبيل الله فهذا الإنسان سيبدع في الحياة. كذلك العناية من ضمن الأوقاف مثلا إيقاف الأموال على تزويج اليتامى، نعم، على تعليم اليتامى، على علاج المرضى. ولذلك كثير كانت تسمى المستشفيات البيرمستان. فلذلك كانت منذ العصر العباسي الكثير في بغداد 50 مستشفى وقف. أيضا في المغرب العربي لو فتشنا عن كل الدول الإسلامية كل المدن الإسلامية نجد فيها مدارس موقوفة، نجد فيها قناطر موقوفة، نجد فيها مستشفيات موقوفة. والأدهى من ذلك والأغرب من ذلك في زمن صلاح الدين الأيوبي كانت هنالك مواسير تجري الحليب للأيتام، يا الله، وكذلك مواسير تجري الماء المحلى. ما زالت موجودة حتى الآن موقوفة؟ الآن غير موجودة، لكن بالنسبة مثلا في العراق الآن لا زالت موجودة قضية إيقاف الشوربة. وأيضا هنا في تركيا موجودة هذه، وفي، نعم، الأردن عندكم تكية أم علي، نعم. فهذه كلها أوقاف جارية على الفقراء والمساكين. نعم. كنت في لجنة الأوقاف في العراق، أخبرينا، نعم، عن أبرز أمثلة الأوقاف التي يعني أقامها المسلمون في العراق. مثلا عندنا ذكرنا أوقاف أبو حنيفة رضي الله عنه، نعم. هنالك بيوت كثيرة وهنالك مصالح كثيرة وربما عمارات أيضا موقوفة لهذا المسجد والصرف على طلبة العلم في هذا المسجد. أيضا عندنا أوقاف الشيخ عبد القادر الجيلاني. عندنا في منطقة الكاظمية مثلا أراضي واسعة جدا، أراضي زراعية كلها وقف للشيخ عبد القادر، مسجد الشيخ عبد القادر ومسجد الإمام أبو حنيفة. نعم. عندنا أيضا كثير من الأوقاف مسمات لأغراض معينة، لكن مع الأسف طبعا نحن نعلم أن هنالك أركان للوقف، نعم، الواقف الشخص الذي يوقف والمال الموقوف العين الموقوفة، لأنه من الشروط الوقف أن تكون مستمرة، نعم، يعني لا يوقف ثمار مثلا لأن الثمار تؤكل وتنتهي. كذلك
عدم بيعها. فهذه شروط وأركان يجب أن تتوفر في هذا المال، أن تكون مملوكة، المال يكون مملوك. يعني أنا لا أوقف مثل ما لا أعطي ما لا أملك، أيضا لا أوقف ما لا أملك. نعم. يجب أن يكون الوقف مسلم أيضا، وهذا الوقف ساهم في بناء الحياة الاجتماعية، في تيسير الحياة على الناس، ولا سيما أصحاب الحاجة الذين أوقفت عليهم هذه المنفعة. إضافة إلى ذلك، كان يوجد نوعين من الوقف: الوقف الذري أو الأهلي، والوقف العام، عفوا ثلاثة أنواع: والوقف العام والوقف المشترك. نعم. الوقف الذري مع الأسف الآن الدول الإسلامية عطلته، يعني الدول العربية عطلته. الوقف الذري؟ الوقف الذري هو أن أقف مثلا أنا لأبنائي مثلا من الجيل الثالث، لأحفادي من الجيل الثالث مثلا. نعم. الوقف المشترك أن أوقف لأبنائي لأحفادي من الجيل الثالث مثلا ولمسجد معين، يعني مشترك رح يكون بين هؤلاء الأحفاد وبين المسجد أو بين المدرسة أو بين تعليم طلاب. الوقف العادي الخيري اللي يكون مثلا موقوف لمدرسة، موقوف لمسجد، موقوف لمستشفى، موقوف لإنشاء الطرق وما إلى ذلك من أمور. هذا الوقف الذري سبحان الله وقفته الآن الدول. نعم. أي، وهذا طبعا مخالف لأحكام الفقه. بعدين نلاحظ أنه يجب أن يكون لهذا الوقف ناظر، أو في العراق احنا نسميه متولي. هذا المتولي يجب أيضا أن يختار بشروط معينة، أهم شرط التقوى، القدرة. نعم. الإسلام، حتى لا يبدد هذا المال. ونعرف الآن أكثر الأوقاف أصبحت تابعة لوزارات الأوقاف. نعم. فعلى وزارات الأوقاف المفروض أن تعتني بهذه الأوقاف وتنميها، ونعرف أنه لا يجوز بيعها إلا لمصلحة. كيف المصلحة؟ مثلا دار هدمت وما فيها ريع لإعادة بنائها، فبهالحالة هذه تباع، أو تباع نصف الأرض منها مثلا. نعم. وتعمر حتى تبقى المنفعة. لكن مع الأسف توالي يعني الفساد اللي موجود، نقول بصراحة دكتورة، لابد أن يكون هنالك فقيه متخصص في النظر في أمور الوقف. يوجد حتى يعني يعطي هذه الأحكام، توجد رسائل جامعية. بعدين الوقف يشترك بين القضايا الشرعية والقضايا القانونية. نعم. توجد مؤتمرات كثيرة في مجال الوقف. يعني الأيام الماضية كان هنا في تركيا مؤتمر عراقي عن الأوقاف وصيانة الأوقاف والحفاظ على الأوقاف. جميل. يعني أعتقد قبل شهر ونصف. نعم. فدائما في مؤتمرات، في دورات، في دراسات عليا، يعني رسائل ماجستير ودكتوراه في قضية الوقف والأحكام الوقف وبيان شرط الواقف. بعدين عندنا شيء مهم، عندنا نص عند الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع. يعني الواقف إذا اشترط أن هذا البيت يجب أن يكون مثلا ريعه لطلاب العلم، لا يجوز استخدامه في العلاج. نعم. الريع لا يجوز استخدامه في العلاج، فإذا هذا الشرط لطلاب العلم أوقفه بحسب شرطه، فيجب أن ينفذ هذا الشرط. نعم. فيما يتعلق بالواقف بحد ذاته، هل من شروط معينة يجب أن تنطبق عليه، أم يحق لنا يعني نحن كمسلمين؟ نعم. أن نقبل أي وقف من أي واقف؟ نعم. يجب أن يكون صاحب أهلية كاملة، يعني مثلا المجنون لا يستطيع أن يتصرف بماله. نعم. يجب أن يكون بالغ، الصغير أيضا لا يقدر قيمة المال، يجب أن يكون مسلم. فهذه هي الشروط، يعني شروط الأهلية. التقوى الآن الناس الأهلية. مثل ما بتعرفي دكتورة بتزاود على إيمان الناس، ممكن تحكي هذا الإنسان غير ملتزم فأنا. نعم. لا أقبل وقفه. هل هذا لا. هذا لا. هذا لا. نعم. لا يوجد. لكن. نعم. أين يوجد شرط التقوى؟ في المتولي. في المتولي، لأن أنا وكلت على التصرف بهذا الوقف. فيجب أن يكون من أهل الكفاءة والتقوى. نعم. يعني يجب أن يكون كفوء قادر على صيانة هذا الوقف حتى لا يتبدد ويضيع هذا الوقف، وإنما يبقى مستمر العمل به. جميل. دكتورة، النساء كان لهم دور كبير. نعم. في عملية الوقف. كان للنساء دور كبير علي. يعني أنا اطلعت على كثير من الوقفيات، الحجج الوقفية. نعم. يعني مثل حجة البيت، الآن أنا مثلا لو عندي بيت يجب أن يكون عندي مستمسك من الدولة صادر بأن هذا البيت لي. فأيضا الحجج الوقفية كثير منها
هي لنساء ومنها أيضا لنساء الولاة ونساء السلاطين. وبالعراق موجود كثير من الوقفيات اللي هي لنساء تركيات، يعني من نساء السلاطين اللي حكموا العراق، أو وهذا طبعا موجود في كل البلاد الإسلامية اللي حكمتها الدولة العثمانية. جميل. وهذا الحقيقة الوقف هو دفع للحياة، دفع لعجلة الحياة، نشر التراحم بين الناس. تفضلي دكتورة اشربي مي. تراحم بين الناس، إشاعة المودة، التخلص من الشحناء والبغضاء تجاه الأغنياء. فيها تهذيب للنفس، فيها تهذيب للنفس طبعا، تزكية وصفاء، راحة نفسية. يعني الإنسان لما يشعر بحاجة الآخرين هذا يدل على الرحمة، يدل على أنه نافع لمجتمعه، ما هو يعني يفكر بنفسه فقط، وإنما هذا الإيثار اللي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا هذا الإيثار هو اللي يدفع الإنسان أن يوقف أمواله، لأنه المال بالحقيقة هو عزيز على النفس، لكنه الوقف يدلل على سلامة القلب، يدلل على محبة الآخرين، يدلل على الشعور بحاجة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك يعني يكون إلى فد يعني إسهام في 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 تنشيط الحياة الاقتصادية أيضا. نعم. فإذا يعني منافع الوقف لا نستطيع أن نحيط بها ولا بعشر دقائق أو نصف ساعة أو ساعة. نعم. يعني حقيقة إحنا بنشكرك جزيل الشكر دكتورة على هذه الإضاءات فيما يتعلق بفكرة الوقف وأهمية الوقف في الإسلام. وكنت ذكرتي لي قبل الحلقة إنه تعتبر هي بادرة منظمات المجتمع المدني. نعم. إحنا اللي نعم. أوجدناها. الآن نعم. نسميها منظمات مجتمع مدني، لكن البذرة أين؟ في الوقف الإسلامي، كانت عند المسلمين. عند المسلمين، لكن بعد ذلك احنا استوردناها من الغرب وسميناها منظمات مجتمع مدني. الحقيقة لا، أبدا، هي بالأصل الوقف الإسلامي. جميل. واللي عجب انه في أوقاف موقوفة للمكفوفين، للمعتوهين، للمرضى. إذا هذا يدلل على شعور بحاجة الآخرين، مجتمع تراحمي، مجتمع تراحمي وتكافلي، والحمد لله رب العالمين.